الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. القائل صلى الله عليه وسلم: ان من البيان سحرا وان من الشعر حكمه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. هذا المجلس الثالث والاخير من شرح المقدمه الاجوبيه لامام ابي عبد الله محمد بن محمد ابن داوود الصنهاجي المعروف بن اجوب رحمه الله ورحمه الله. كنا قد توقفنا المجلس السابق عند باب الافعال والنواحي. قال: الافعال ثلاثه: ماض مضارع وامر. ثم قدم هذا على سبيل النفع والنشر فقال: نحن ضرب ويضربه بطل. يعني الماضي نحن ضرب والمضارع نحن يضربه والامر نحن اضرب. والماضي ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، والمضارع ما دل على حصول شيء في زمن التكلم او بعدمه، والامر هو ما يطلبه ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. وقد تحدثنا عن هذا القرار. قال: الماضي مفتوح اخر ابدا، والامر مجزوم ابدا، والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربعه التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جاز. ومعنى هذا الكلام أن الفعل الماضي يبنى على الفتح، إما على الفتح الظاهر أو المقدر. أما الفتح الظاهر فيكون في الصحيح الآخر، يعني الذي ليس في آخره حرف عين ولم يتصل به الواو الجماعه ولا ضمير رفع متحرك. وكذلك في كل ما كان اخره واو او ياء: نحن اكرم قدم سافر، ونحن سافر زينب حضرت سعاد، ونحن رضي وشقي، ونحن سوى وبدوى. وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان أخره ألفا كما مضى معنا أيضا في التعذر في بعض الأسماء مثل الفتى. كذلك أيضا يحدث هذا التعذر في الفعل الماضي إذا كان أخره ألفا، نحو دعا وسعى. كل منهما فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف مع ضروره النظر. واما ان يكون فتحه مقدرا للمناسبه، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعه، اتصلت به واو جماعه: نحو كتبوا وسعيوا، نصها كتب وسعي لا. فبني على فتح الايه؟ بني على فتح مقدر. لماذا؟ لأنه اتصل به واو جماعة. والذي منع من ظهور هذه الفتحة هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. مناسبة الواو المادية المسبوقة بطاء، فهذا يمنع من البناء على الظاهر. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محرك. وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع إراحة التوالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماضي اتصل به من الرفع المتحرك كتائب الفاعل ومن النسوة: نحن كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا، هي النسوة. فكل واحد من الأفعال فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على فعل منع ضروري اشتغال المحل
تغيرات توالي أربعة حركات. الآن ستقول كتب تاء، وتقول كتب تي، أو كتب ما، أو كتب ما. فلا بد من إيه؟ ولهذا القاضي يبنى على الإيه؟ يبنى على السكون لصالح الإيه؟ بتاء المتكلم أو المخاطبة أو نافعي أو نسوة أو تاء المخاطبة هكذا. لدخل القراءة التوالي أربعة حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء أو ناء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون المحرم. وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. يعني مثلا عندما نقول محمد لم يكتب شيئا، إذا أحببنا أن نبنيه على في الأمر نقول اكتب شيئا، إذا عندما جزم المضارع جزمنا بإيه؟ جزمنا بالأمر علامة الجزم السكون. وكذلك عندما جزمنا في الأمر عندما قبل بعض مدارس النحاة قالوا أنه يجزم، البعض قال يمنى، خلاف بين التكفير والمصريين. وعلى كل حال العلامة تبقى السكون. فنقول هذا فعل أمر مبني على إيه؟ على السكون، أو على قول الآخر مجزوم وعلامة جزمه السكون. والمشهور أنه مبني. وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به المضارع. إذا المضارع محمد لم يكتب شيئا، نقول نقول إيه؟ اكتب شيئا. كما أنه في المضارع جزم على الإيه؟ جزم على جزم السكون، وكذلك في الأمر يجزم أو يبنى وهذا بالسكون. فإن كان مضارع وصح على الآخر ويجزم السكون كان الأمر مبني على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. السكون الظاهر له مبنيان، أحدهما أن يكون صحيح على الآخر وأن ينقص به شيء، والثاني أن تتصل به من النسوة اضرب واكتب. نقول إيه؟ اضربنا واكتبنا. إذا يبنى على إيه؟ على ما يجزم به المضارع. عندما تقول مثلا النساء لم يضربن مثلا النساء لم يضربن الولد مثلا، فعندما أيضا نأمر نقول إيه؟ اضربنا بنفس الإيه؟ نفس العلامة. كذلك اكتبنا مع الاسناد الى النسوة. واما السكون المقدر فله مقدار واحد، وهو ان تتصل به التوكيد خفيفة او ثقيلة. نعم اضربا واكتبا بنون الايه؟ من التوكيد الخفيف. طب الثقيلة اضربنا اكتبنا. فكذلك ايضا في المضارع يقول ايه؟ المؤمن يكتبن الدرس مثلا، او يكتب هتبقى ايه؟ ها؟ يكتب نايم الاسم. طب انت بتتفادى ازاي؟ كما ذكرنا في القران مثلا لا يحتمنكم ولا يجرمنكم. في الفوائد كويس؟ لا يحتمنكم، يبقى دي التوكيد الخفيف. وفي قراءة الجمهور لا يحتمنكم، فإما نذهبن بك لتراون مثلا. وإن كان مراعيه مطل الآخر فهو يجزم بحذف حرف الآية. فالأمر منه يبنى على حذف حرف الآية. نعم ادعو واقضي واسعى وامشي مثلا، او التاني. وقلنا من قبل ان الذين يتخرجون من اظهار الحركه الكثيره مخطئون في ذلك، لانه يبنى على
ايه؟ على حذف حرف العله، انما الحركة كما هي. خذوا كنا احببنا ان نفرق ما بين هذا وبين الجمع. عندما نقول مثلا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ادعوا حرف المفرد ام الجمع؟ جمع. فانا اقول يا محمد ادعوا الله وانت موقن بالاجابه، يبقى مفرد. طب ما الذي يفرق بينهما؟ السياق. وان كان مضارعه من الافعال الخمسه فهو يلزم بحذف النون، فالامر منه يبنى على حذف النون، نحو اكتب واكتب واكتبي، هذا مضارع من الافعال الخمسه يلزم بحذف كذلك في الامر ايضا. قل يكتبان، نقول ايه؟ مش فاهم. اكتب اكتب المضارع يقول ايه؟ لم يكتب، يبقى اكتب لم يكتب اكتب، لم تكتب اكتب. والفعل المضارع علامته ان يكون في اوله حرف زائد من اربعه احرف يسمعه قولك عليك او لايك. لم تجزم، لم حق ولم يجزم نعيت او اتيت او نأت كما تحب. يبقى هذا فعل ايه؟ المضارع علامته ان يكون في اوله هذا. طبعا هذا عن ايه؟ سيستنتج يعني المبين. فهمزة المتكلم مذكرة أو مؤنث النحو أهم، والنون المتكلم الذي يعرف نفسه أو المتكلم الذي يكون معه غيره مشاركة، كما نقول مثلا إياك إيه؟ نعبد. هل يصح أن تصلي وتقول إياك أعبد وأنت تصلي منفردا؟ لا يصح. لماذا تقول إياك أعبد؟ ها؟ المشاركة. نحو نفهم ولياه الغاية، نحو يقول وداه المخاطب أو الغاية، نحو أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب واجبها. يبقى إذا الهمزة متكلمة تكرر مؤنثا، نون لإيه؟ للمتكلم الذي يعرف نفسه أو يقول معه غيره، معه غيره مثل إيه؟ نعبده، أو كما في سورة الكهف فخشينا أيوة. ولكن هذه النون جاءت إيه؟ مدفعية. يعني لو كان لو قلاها مضطرب عليه نقش. وليه الغائبة نحو يقوم، وكان المخاطب المخاطب أو الغائبة نحو أنت تفهم أو تفهم أنت تفهم أو تفهمين. طبعا في الرحمة خلاص أنت تفهمين، إنما تفهم كلها أنت لا تفهم. فإن لم تكن هذه الحروف الزائدة حروف زائدة أم كانت من أصل الكلام نحو أكل ونقل ودفن ويدع، أو كانت الحرف زائدة لكنه ليس الثلاثة بمعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان في الماضية الآن مضارعا. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة أو نون النسوة. فاتصلت به نون التوكيد انما في حاله البناء، بناء ايه؟ بناء مضارع. فاتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح كما في قوله ليسجنن وليكون من الصغير. اين البناء على الفتح؟ اصبح اصبح ايه؟ يسجن. فبني الفتح اتصلت به نون التوكيد ايه؟ صغير. والتي تليها وليكون من الصغير اصبح وليكون اصبح يكون. فاتصل ده من قبل خلفه ايه مريض على ايه اكثر ويكون خاصيه درس القران. واتصلت به دون النسوه بني معها على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن يا اصلها ها اصل يرضعن ايه يرضعوا صح. فاتصلت به دون
النسوة. فمن يتعامل على على السجود يرضع تاني. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب الأجاز نحن يفهمه حماما فيفهم في المقرر مرفوع تجاوز من ناصب الأجاز وعلامة الحين ضمة الظاهرة يفهمه محمد ويفهم في مضارع مرفوع تجاوز من ناصب الأجاز وعلامة الحين ضمة الظاهرة إذا سرط كاملا يلزم سرط كاملا يلزم أدوات ناصب الأجاز ما ستأتي معنا إن شاء الله ومحمد الدعاء مرفوع ضمة الظاهرة فإن دخل عليه ناصب فصبح لا يقيم مجتهدا لا مرفوع فيه ونصب الاستطلاع وسنتعرف على هذا ان شاء الله يخيب فلو ضرب مرفوع بلا على التصريف فتح الله مشترك مع مرفوع على ترفيه الضمه الضمه ودخل عليه جلسه جزمه ولم يجزع ابراهيم لا مرفوع فيه ولا جزمه الغد الى اخره نواصب المضارع قالت النواصب عشره وهي ان ولا واذا وكيف ولا مكيف ولا مجهول وحتى والجواب بالفاء والواو والاو يعني هذه الأدوات إذا دخلت على الفعل المضارع هي الأدوات العشرة إذا دخل على المضارع طبعا بهذا الاختصار نصبته بهذه الأداة وتكون علامة النصب إيه؟ على حسب إن كان صحيح الآخر تكون علامة النصب إيه؟ فتح فإن كان معتلا يبقى إيه؟ على مثلا نقول إيه؟ كانت الأفعال الخمسة منصوب بإيه؟ منصوب بحال النون كما سبق معنا كانت أيضا معتلة ويصح في هذا أيضا يصح أن تكون كانت لم يكن هناك صفة أو شيء يصح أن تظهر كما سنرى أما القسم الأول من هذه الأفعال الحروف التي تنصب هو الذي ينصب المضارع بنفسه أربعة حروف يبقى التقسيم هذا التقسيم بناء على إيه؟ بناء على القسمة الأولى أنه ينصب أن ولن وإذا وكيف هذا ينصبه بنفسه والقسم الثاني هو الذي ينصب المضارع بأن والمضارع جوازا لأن المضارع بعده جوازا القسم الثالث هو الذي ينصب المضارع بعده لأن المضارع وجوبا فكم قسم؟ ثلاثة أقسام القسم الأول الذي ينصب فعل المضارع بنفسه أربعة أن ولن وإذا وكيف أن ولن وإذا وكيف أن حرف مصدر ونصب واستقبال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي وأخاف أن يقول لي إني لا يحزنني أن تذهب بي يعني يحزنني إيه؟ ها؟ يبقى أن تذهب يعني إيه؟ مصدر كمال الصغير يعني ذهاب بي وأن تصوم غيره يعني إيه؟ يعني سيامه غيره وأجمعوا أن يجعلوا يعني أجمعوا جعلها لدي يسموني حرف إيه؟ مصدر ونصب مصدر لا نؤمن لك خلاص هذه أنا عرفتها طب لا حرف نفي ونصب واستقبال لا نؤمن لك ولا تنصب الحاضر والمستقبل كما في قوله سبحانه ولن يتردوا أبدا بما خطرتين في سورة البقرة وفي سورة الجمعة ولا يتردوا في سورة إيه؟ في سورة البقرة تحدثت عن النوع الأول من اليهود وهم الذين لا يتمنون الموت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته أبدا ولا يبقى تنفي الحاضر والإيه؟ والمستقبل. وأما آية الجمعة تحدثت عن القسم الثاني من اليهود وهو إيه؟ وهو الذي يتمنى الموت ولهذا الباب هو يكون مفتوحا ولا يتمنونه يعني لا يتمنون رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إيه؟ بعد موته وبعد ذلك في رسول أخرى يتمنون الموت. تمام هذا هو يوم قسمان قسم لا يتمنى الموت ابدا لا في الحاضر ولا في المستقبل لا يتمنوه ولهذا نصب بحذف ايه؟ بحذف النون واما القسم الثاني فهو في سوره ايه؟ الجمعه وهؤلاء لا يتمنون الموت
ولكن هذا كان في نصوص الرسول، ولكن بعد ذلك يتبنى قسمات وذلك سورة البقرة هذه ولا تجد أنها لها التوحيد ودون التوحيد الثقيل ولا تجد أنها أحرص نبغى حرصين وإنما أحرص أخذ أخذ أشد حرصا على الحياة على حياة ولا تقول على الحياة التذكير يعني إيه؟ يعني أي حياة؟ حياة كريمة، حياة ذليلة، فقيرة، غنية، فوق الأرض، تحت الأرض، المهم إيه؟ أي حياة، المهم أن يعيش. ومن الذين أشركوا يود أحدهم بالآخرين. إذا هذا بالنسبة للآن حرف نفي ونص واستدلال. دار نؤمن عليه. دار نفرح عليه يعني فيه. لن تنالوا البر. ولن تولوا عنا اليهود ولا النصارى حتى تنالوا البر. ولن تفلحوا إذا نالوا مثلا. طبعا زمرشري سماها تأبيدية. تأبيد النفي. يعني قال لا يستحيل أن يرى موسى ربه سبحانه وتعالى لأن الله قال له لن ترى لن يرى ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن هذا ليس لأن الدنيا دار إيه؟ عمل والآخرة دار حساب وجزاء والله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. تعريف الوجوه النظرة الثانية. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا يعني نفي لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهمت خلاص؟ فات إلى العالم إن شاء الله. وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونص ويشتغل النص المضارع إليها ثلاثة شروط. الأول أن يكون إذن في صدر جملة الجواب. يبقى إذن لابد من إيه؟ هذه الشروط خلاف أنا ولا أنت شروط. إذن تكون في صدر جواب الجملة أن يكون المضارع يوقع على دالة على استقبال ألا يفصل بينها وبين المضارع الأصل غير القصد أو الإدلال أو لا كما نقول مثلا سأجتهد في دروس أحد الإخوة يقول لك سأجتهد في دروس فتقول له إذا تنجح هو يقول لك سأجتهد في دروس فتجيب فتقول إيه إذا تنجح. إذا هذا فيها إيه؟ فيها نص. ومثال الموصول بالقسم يبقى المثال الأول إيه؟ صدر جملة الجواب. يعني هذا الكلام سأشتري الدروس فأنت تعطيه الجواب إيه؟ إذا أرجع. طب مثال الموصول بالقسم. إحنا قلنا هذا يمكن يفصل بينها وبين المضارع الفاصل إلا القسم. فصل قسم. هل حصل قسم؟ عندما تقول مثلا إلى والله ينجح لذا قصر قصر ومع ذلك نصر إلى والله ينجح. فمثال المقصود بالفتاة أن تقول إلى يا محمد تنجح بإذا الفاصل إما قصر أو إيه أو لذا لا منع من النصر. ومثال المقصود إلى أن هي إذا لا يخفى وإذا النصر أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا أو سنة. هذا بالنسبة لإذا وقلنا أن تكون مضارع لو بعد أداة على استقبال. وأما كي فحرف مصدر ونص ويشترط في النص بها أن تقدمها لام التعليم لفظ نعم لكي لا تنسوا أن تتقدمها لام التعليم لفظ بكي سلطة إيه؟ بلام التعليم بكي لا تنسوها أو تقدمها هذه لام تقديرا كما في قوله كي لا يكون دون لام قدر. فإذا لم تتقدمها فإذا تقدمها لا ملفظة ولا تقدير كانت النصب بالأن مضمرا يعني إيه؟ يعني كي وكانت كي تنسوها حرف التعليم. وأما القسم الثاني وهو أن ينصب الفعل مضارعا لو حرف إذا نصب الفعل مضارعا بواسطة أن مضارعا أو جوازا فهو حرف واحد هو لا التعليم. وعبارة أن نصنف بلا بكي تشتركيما في الدلالة على الأمر. وهذه في بعض الضحايا يقولون تنصب بالأن مضارع جوازا وبعض يقول تنصب بالأن
كان نفسها صفر. يبقى بنقول كان مثلا ايه؟ يعني مثلا كما نقول ايه؟ نقول مثلا مثل ايه؟ ليكون مثلا ليكون المؤمن يجتهد ليكون فائزا. فإما أن نقول منصوب يعني لا مكيف منصوب ليكون منصوبا بإيه؟ منصوبا بأن مضطر جوازا قبل هذه أن، أو أن نقول إيه؟ منصوب يكون فعل منصوب بلا تعليل ولا تصريف. يعني صح بعض الفقهاء قال هذا نص بأن مضطر جوازا، بعض قال النص بإيه؟ بلا تعليل. والمشروع طبعا النص بأن مضطر. وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين، يعني لأن يعذب الله المشروع، ليغفر الله لما تقدم من ذنب. وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع وصف الامتناع، طبعا لا إلا هذه لا هذه له تعليل الذي تحدثت عنه. إنما الإمام أحمد رحمه الله ذكر اثنين ركعين نوعا لله، قال لا بسمع لا من الجهود ولا من العاطفة ولا من التعليل ولا من الغاية ولا من شعر. قصة طويلة كتبها وذكرها خليل بن أحمد الفرعي الرومي. وأما القسم الثالث ومع ذلك أفضل بعض اللبان، هو قال 42 لبان ولا 42 وبعض اللبان ترجع كلام الفرعي الرومي. المهم وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة الأن تضمعه وجوبا خمسة أحرف لا مجهول حد وفاعل السببية وفاعل المعية والخمس هو إيه؟ أو. هذه الخمسة تنصب بأن مضارع وجوبا لا مجهول، لا مجهول أو الجحد تسبق بكون المنفي. باختصار ما كان الله ليجعل المؤمنين على ما انتم عليه وما كان الله ليعذبهم. زي كيف تنصف الحياة؟ لم يكن الله ليغفر لهم وقد مكروا مكرهم وعند الله يغفرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. يبقى ان هنا ايه؟ نافيه بمعنى ايه؟ وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفي القراءه الكسائيه وإن كان مكروه لا تزول منه الجبال، ما تبقاش تمسكه. هم يسموها لها إيه؟ الفرقة التي تفرق بين إذ المخففة من الثقيلة وإذ النفي. ولذلك هو فرق الكلام. وإن كان مكروه لا تزول، وما بيقولش لي تزول لا، لا تزول. يبقى ليس لا تمسكه، لا تمسكه تبقى مكسور. تمام؟ والحرف الثاني حتى هو يفيد الغاية أو التعليل. فهمت هذا المثال؟ والحرف الثاني حتى هو يفيد الغاية أو التعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، نحو قوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى. يبقى هذا يفيد معنى الإيه؟ الغاية. لم نمر على عهدنا حتى يرجع إلينا موسى، جاء موسى فوقفنا عنه. طبعا يعود يعود قلوب خوان. ومعنى التعليل ان ما قبلها عله لحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض اخوانك ذاكر حتى تنجح. طيب عندما نقول مثلا في قوله سبحانه في سوره ال عمران حتى يقول الرسول، مش في ال عمران انا حسبتم قد ايه؟ ادخلوا المجال الطلبة يعني مثلا ده قال ابو غفير مسسهم باساء وضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، صح مش فاهم؟ طيب لماذا لم تنصب؟ خرج من نافع حتى يقول الرسول والذين امنوا معه حتى تنصب الله. وذكرت الشروط حتى يقول، قال الامام مالك قرات نافع السنه. فلماذا قال حتى يقول؟ والمقول شوف قول حضرتك الرسول عليه الصلاه والسلام ظل 21 سنه يقرا
طبعا ده في اخر القران في سنتين اللي هي نحو الايه؟ نحو السنه. فهذه القراءه صحيح لا احد يشك فيها. ولكن السيده عائشه رضي الله عنها كذبت بعض القراءات التي لم يكن ينفع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. يعني بعض القراءات المخالفه لقراءه ابن كما في قوله سبحانه في سوره يوسف وكذبوا دي قراءه ايه؟ تخفيف. وقراءة ثانية كذب نفع لأنه نفع قراءة تخفيف التجديد وكذب والكوفيون وأبو جعفر قرأوا الإيه؟ بالتخفيف وكذب. تمام؟ فسنتعرض لهذا بس الوقت لا يمكن. ولكن سأطرح لكم هذا السؤال حتى تفكروا حتى يقولوا عند المبدأ في القرآن البقية حتى يقولوا حتى يقول عامدا يعني الى ان يقول. طب حتى يقول تبقى غايبه عامدا خلاص دي اجابه السؤال عشان يعني ايه حتى يقول يبقى انتهاء الغايه يعني الى ان يقول. انما حتى يقول يعني حتى قال يبقى غير عامدا واضح يبقى انتهاء الغايه حتى يقول. فالحرفان الثالث والرابع افعال السببيه وواو المعين بشرط ان يضع كل منهما في جواب نفي او طلب. اما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليه فيموت. واما الطلب فثمانيه اشياء الامر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء. كل هذا ايه؟ طلب. هذا كل هذه امور الثمانيه طلب. من الباب السلبية وهو المعية تنصف ما بعدها بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. جواب النفي مثل إيه؟ لا يقضى علي فيموت. جواب إيه؟ فيموت. أما الطلب الأمر مثل إيه؟ ذاكر لا بل الأمر هو الطلب الصادر من العظيم لمن دونه الأعلى الأدنى يسمى إيه؟ يسمى أمر. قال ربكم ادعون امر الله سبحانه وتعالى ذلك فتنجح او وتنجح بالوفاء او بايه او الولد. لماذا نصبنا ان وقعت في ايه؟ جواب الايه؟ جواب الطلب. اما انه على الطلب امر واما الدعاء فهو الطلب المباشر من الصغير الى العظيم من اصغر الى الاكبر. نعم اللهم اهديني فأعمل الخير أو وأعمل الخير. تمام؟ في سورة المنافقون فيقول ربي لولا أخرتني لأجل خير فإيه؟ الصدق. شو عشان القرآن؟ كل فيصل وأعمل الخير. وأما النهي لا تدع فيضيع أمله أو فيضيع أمله إما الفاء أو إيه؟ وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو أسمعها لك. وأما العرض والطلب بعرف النحو ألا تدعونا فنكرمك يبقى ده إيه؟ عرض أو نكرمك. واما التحضير هو الطلب من حد وإذعان نحو هل لا اديت واجبك فيشكرك ابوك هل نجحت هل ايه هل نجحت في الكفر. تمام الله يفعل او ويشكرك ابوك. واما التمني هو طلب المستحيل او ما فيه عسره. التمني بقى ايه مشكله تزيد الناس تقول ايه انا اتمنى ان ادخل الجنه يبقى هذا الاسلوب يعني ايه قل ارجو لان التمني هو ايه طلب مستحيل. ما امنيتك تقول اتمنى ان اتزوج لا تتزوج ليه؟ التمني طلب مستحيل. اتمنى ان يكون عندي قصر مشي وزوجه صالحه واموال كثيره لماذا لا تحقق لك شيء من هذا؟ ولهذا كعب بن زهير قال ايه؟ فلا يغرنك حدث الدنيا فلا يغرنك ما امنت وما وعدت ان الاماني احلام وخطيئه. لا من يحلم وهو
على ملايين، ترجع ملايين، ترجع ملايين،